بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم على آله وصحبه والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين، في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وبلغنا مما يرضيك آملنا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. نسألك تمام العافية ودوام العافية والشكر على العافية والغنى عن الناس. نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا ورحمة ننال بها شرف كرامتك في الدنيا والآخرة. نسألك الفوز عند القضاء ونزول الشهداء وعيش السعداء ومرافقة الأنبياء والنصر على الأعداء. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات، وتقضي لنا بها جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها أعلى الدرجات، وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ بك منه نبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم فقهنا في أمور ديننا ودنيانا يا رب العالمين. اللهم قنعنا بما رزقتنا وزدنا علما. اللهم ردنا بما أقمتنا فيه، وأعنا فيما أقمتنا فيه، ووفقنا فيما أقمتنا فيه بما أقمتنا فيه، وحل بيننا وبين غيرك حتى لا نشاهد في الكون إلا أثر إحسانك وبرك. اللهم ما أعطيتنا مما نحب فاجعله قوة لنا فيما تحب، وما زويت عنا مما نحب فاجعله فراغا لنا فيما تحب يا رب العالمين. أمين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله. أما بعد، نكمل قراءة وشرح حاشية الشيخ إبراهيم البيجوري على شرح ابن قاسم الغزي على متن الغاية والتقريب للقاضي أبي شجاع رحمهم الله تعالى، ونفعنا الله بعلومهم في الدارين آمين، في فقه السادة الشافعية. فصل في أحكام الرهن. فصل في أحكام الرهن. يقول المصنف والشارح: فصل في أحكام الرهن، وهو لغة الثبوت. يعني كلمة رهن في اللغة معناها الحبس أو الثبوت، معناها الحبس أو الثبوت. كل نفس بما كسبت رهينة، يعني محبوسة كده. والثبوت يعني شيء ثابت. يقول الحالة الراهنة يعني الحالة الثابتة الآن. يبقى الرهن معنى الثبوت أو الحبس، ده من حيث اللغة. لكن من حيث الشرع، المعنى الشرعي بقى: جعل عين مالية وثيقة بدين يستوفى منها عند تعذر الوفاء. ده التعريف الشرعي له، له تعريفات شرعية كثيرة، لكن ده اختيار الشارح. شرعا جعل عين مالية، يبقى لازم شيء متمول، وعين يعني متعينة، وثيقة بدين، وثيقة ليستثق بها ايه من الحصول على حقه، مقابل ايه دين في الذمة، بدين يستوفى منها عند تعذر الوفاء. يعني باختصار، انا مثلا اخذت منك دين او سلعة ولها ثمن، ثمن السلعة دي أو الدين ده 10,000 جنيه، وأنا ليس عندي الآن 10,000 جنيه لأني ليس عندي سيولة، ولكن أنا محتاج هذه السلعة ومحتاج هذا الدين، فأخذته منك، فكيف تضمن أني أعطيك إياه أو أرهن عندك حاجة تكون قيمتها 10,000 جنيه فأزيد؟ كويس. وإن كان لا يشترط يعني أنها تبقى نفس القيمة، لكن المهم تكون عين مالية، ما قالش تساوي الدين، خد بالك، لأنه ممكن تكون أقل من الدين، لأن هي وسيلة من الضغط بس علشان إيه يضمن أنك هتجيب له حق. فأعطيك مثلا مفتاح شقة ملكي، أقول لك إيه، خلي مفتاح الشقة ده عندك، والعقد بتاعها
لحين ما اجيب لك الثمن، يبقى يعني ايه يقدر يضغط عليا، او ان انا اعطيه مثلا سيارتي احطها في الجراج بتاع بيته لحد ما اجيب له الفلوس، بعد اسبوعين بعد شهر اهو ضامن السياره موجوده ويقدر يستوثق منها. فيبقى ايه، لازم تكون العين دي متموله، يعني شيء يمكن بيعه. لكن لو حاجه لا يمكن بيعها ما ينفعش تبقى رهن. يبقى الرهن لازم عين ماليه يعني متموله، وتكون وثيقه بدين، تكون مقابل دين. الهدف منها ايه؟ ان الدائن يستوفي منها عند تعذر الوفاء. لو عجزت عن تعذر الوفاء واتفقت على الميعاد يتصل بيا يقول لي ايه، هتجيب الفلوس ولا لا؟ اقول له مثلا اديني مهله اسبوع، ما يجراش حاجه، لو وافق خلاص مش مشكله. او قلت له لا ده انا مفلس معيش اي فلوس، وهو محتاج فلوسه دلوقتي ضروريه، يوم في الحاله دي ممكن يمكنه القاضي من انه يبيع العين بمعرفه الحاكم القاضي وياخد حقه منها، والقاضي يرجع الباقي إيه ليا. كويس، يبقى هو دي اختصار الرهن. ربنا قال فرهان مقبوضة، أصلها جاي من القرآن، فرهان مقبوضة يعني اقبض وارهن. ولا يصح الرهن إلا بإيجاب وقبول، اللي هي الصيغة. يبقى الرهن لابد أن يبقى فيه صيغة إيجاب وقبول، ولابد أن يبقى فيه راهن ومرتهن، اللي هو العاقد. العاقد تفكه يبقى راهن ومرتهن، مش كده برضو؟ ولابد يبقى فيه العين المالية اللي هي المرتهنة عنده، اللي يسموها ايه، مرهون به. ولابد يبقى في دين اللي هو مرهون عليه. يبقى ادي ايه، ادي اركان عقد الرهن. وشرط كل من الراهن والمرتهن ان يكون مطلق التصرف. طبعا ارهن عنده حاجة اكون مالكها ومتصرف فيها، ولا حرهن عنده حاجة، أرهن عنده مثلا سيارة جاري أو صديقي، ما ينفعش، لازم تبقى حاجة أنا اللي مالكها وأنا حر التصرف فيها. وذكر المصنف ضابط المرهون في قوله وكل ما جاز بيعه جاز رهنه. يبقى ضابط المرهون إيه؟ إن كل ما يجوز بيعه يجوز رهنه. وهيجيب لك بعد كده أمثلة نادرة إن في أشياء يجوز بيعها ولا يجوز رهنها، علشان كل هنا ليست ايه، على العموم، ولكن على العموم الغالب الغالبي وليس على العموم الاطلاقي. ممكن تقول كل ما جاز بيعه جاز رهنه، وكل ما جاز رهنه يجوز بيعه، لكن هناك صور نادرة يجوز فيها البيع ولا يجوز فيها الرهن، هيقولها لك في الحواشي. لكن ده قاعدة على سبيل الايه، الاغلبية، وليس على سبيل يعني العموم. في الديون إذا استقر ثبوتها في الذمة. واحترز المصنف بالديون عن الأعيان فلا يصح الرهن عليها. أما يقول لك دين يبقى ما ينفعش أرهن على عين، يعني إيه؟ يعني أنا أرهن على دين، على شيء يكون في ذمتي، لكن أرهن على عين يعني إيه؟ يعني أقول لك لو سمحت أنا هاخد الكتاب بتاعك ده وخلي النضارة دي عندك لحد ما أجيبه لك، أي دي ما تبقاش رهن، لأن أنا رهنتها على عين وهو الكتاب. فهمت؟ الكتاب ده عين، ما ينفعش أجيب له إلا نفس الكتاب، ولا ينفع أجيب له بداله جورنال، لازم أجيب له هو الكتاب نفسه. وبعدين لما أخد منه الكتاب بتاعه لازم أجيب له الكتاب بتاعه برضه، لأن هو ممكن يكون كاتب على الحواشي، مخطط في حاجات، كاتب فيه معاني كلمات، فما ينفعش حتى أجيب له كتاب بداله من المكتب بنفس اسم، يبقى اسمها عين. ما ينفعش فيها الرهن على عين. الرهن يكون على دين. الرهن يكون على دين لا على عين. واضح؟ هيجي بعد كده يقول امال ايه اللي بيعملوه؟ اللي بياخدوه ده بيسموه ايه؟ استساق، بس ضمان انك انت تيجي تاني عشان ترد له العين، لكن لا يسمى رهن في الشرع. فلا يشترط فيه ما يشترط في الرهن من صيغه وايجاب وقبول وغير ذلك. فهم؟ لكن لا، دي ما يخشش في باب الرهن، لأنه لا يجوز الرهن على عين، الرهن يكون على دين.
كعين مغصوبة ومستعارة ونحوها ونحوهما. يعني أنا مثلا غصبت شقة ملك واحد خدتها منه، زي ما بيحصل ساعات بعض الناس كده، إيه، يلاقي شقة مقفولة في مكان مهجور ويسأل الناس هل ليها صاحب، يقول لك مفيش، يروح قاعد ساكن فيه وخلاص وجايب عفش، وبعد سنة ولا اتنين طلع صاحبها كان مسافر ورجع دور على الشقة، خبط لأن أنا قاعد ساكن فيها ومستقر والعيال بتلعب ومراتي بتطبخ وعايشين، دي شقته. يقول ده أنا صاحب الشقة، أنت إيه اللي قعدك هنا؟ تقول له إيه، أنا والله أنا جيت من سنتين لقيتها فاضية، سألت الناس قالوا لي ما نعرفش ليها صاحب، فأنا قعدت لحد ما يبان لها صاحب، فبان لها الصاحب وراني الأوراق بتاعته فعلا يملك، فصرت أنا اسمي إيه؟ واخد عين مغصوبة. واضح؟ قاعد في عين مغصوبة. هل ينفع إن أنا أرهن عنده شيء على عين المغصوبة؟ ما ينفعش في الحالة دي. أقول له طب بقول لك إيه، العربية تحت، خد أهي يا سيدي مفتاحها، لحد بس ما أدور لي وأشوف لي شقة تانية وأنقل، إديني مهلة، أنا ما أعرفش، أنت جيت فاجئتني. يبقى السيارة دي ما تنفعش تبقى رهن، ما تنفعش تبقى، لكنها من باب استساق الدين لكنها ليست رهن، ما تخشش في باب الرهن. فاهم؟ فما تنفعش على عين المغصوب. ولا على عين المستعارة. استعرت منك حاجة وبعدين إيه، حطيت لك رهن زي ما اديت لك مثال الكتاب، دي ما ينفعش فيها برضه تدخل في باب الرهن. فهنشوف هنا إيه، على أي حال نقرا كلام الشيخ في الجزء اللي احنا قرأناه ده، كلام الشيخ البيجوري. بيقول انما عبر باحكام، هو قال لك فصل في احكام الرهن، قال لك كلمة احكام، ليه اختار احكام؟ عبر باحكام لان المصنف لم يذكر حقيقته لا لغة ولا شرعا. المصنف نفسه اللي هو ابو شجاع في المتن بتاعه ما قالش معناه اللغوي ايه ولا الشرعي ايه، ده دخل في الاحكام على طول. فاهم؟ وعلشان كده عبر المصنف عن احكام الرهن ولم يتكلم على حقيقته لا لغة ولا شرعا، بل ذكر احكامه في قوله وكل ما جاز بيعه جاز رهنه، وقول وللراهن الرجوع فيه، وقول ولا يضمنه المرتهن الا بالتعدي، وقول واذا قبض المرتهن بعض الحق الى اخره. فكل اللي ذكره المصنف ذكر احكام الرهن ولم يذكر حقيقة الرهن، عشان كده قال فصل في احكام الرهن، فعنونا بما كتب. كويس؟ ولتعددها، لان احكام الرهن متعددة مش حكم واحد، الاحكام بالجمع عشان يبين انها احكام متعددة، ولتعددها جمعها الاحكام. والاصل فيه، يعني الأصل في الرهن أي الدليل عليه، والأصل في كتب الفقه معناه الدليل، لكن في كتب الأصول معناه المقيس عليه. واضح؟ لأن في الباب القياس في حاجة اسمها الأصل وفي الفرع وفي العلة، ففي كتب الأصول لما يقول لك الأصل يقصد المقيس عليه. طيب وفي كتب الفقه لما يقول لك الأصل يقصد الدليل، يبقى يقصد الدليل. والأصل فيه أي في الرهن قبل الإجماع، يبقى إن في إجماع على جوازه، بس بيقول لك تملي قبل الإجماع الكتاب والسنة، مش كده برضو؟ الكتاب اللي هو القرآن والسنة، عشان كده يقول لك والأصل فيه قبل الإجماع، دل على أن هناك إجماع على جوازه، يبقى تقول مجمع عليه. بس قبل الإجماع في الترتيب العقلي والذهني والمنطقي لازم تقول إن الإجماع ده استقر بسبب وجود دليل من الكتاب والسنة. والأصل فيه قبل الإجماع قوله تعالى فرهان مقبوضة، ربنا قال إيه؟ فرهان مقبوضة، وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة. الآية كده. طيب لما ربك يقول فرهان مقبوضة، قال القاضي معناه، أما يقول لك القاضي في كتب الشافعية يقصد مين؟ القاضي مين؟ حسين، وأنت علامه،
لكن احيانا الامام النووي يقول قال القاضي في شرح مسلم، يقصد القاضي عياض. يبقى لما يقول الامام النووي قال القاضي في شروح الحديث في غير كتب الفقه، يقصد مين؟ القاضي عياض المالكي. لكن لما الشافعيه يقولوا قال القاضي في كتب فقه الشافعيه، يقصد القاضي حسين، كويس، وهو من اصحاب الوجوه. قال القاضي معناه فرهنوا واقبضوا، يعني فرهان مقبوضة معناها فرهنوا واقبضوا، لأن مفرده مصدر، جعل جزاء للشرط مقرونا بالفاء. دي قواعد كلها في الأصول، من صيغ الأمر إن يجي مصدر جزاء لشرط ومقرون بفاء، يبقى كأنه بيأمرك تعمل هذا، زي ما يقول لك فتحرير رقبة، يعني حر الرقبة، فهم؟ كأنها دي من صيغ الايه؟ الأوامر، لأن صيغ الأوامر لها صيغ كثيرة غير فعل الأمر. زي مثلا ايه؟ ومن دخله كان آمنا، يعني أمنوه كان آمنا، دي جملة اسمية، جملة اسمية يقول لك كان آمنا، يعني ايه؟ جملة اسمية لكن المقصود بها الأمر، أي أمنوه. يبقى صيغ الأمر صيغ كثيرة، وتجدها في باب في كتب أصول الفقه، يجيب لك صيغ الأمر كتيرة تحت بعضها كده، غير فعل الأمر بس، قد تأتي بصيغ كثيرة، منها هذا إن يأتي مصدر جزاء لشرط مقرون بالفاء، يبقى دي من صيغ الأمر. لأن مفرده رهان، رهان دي جمع، يعني معناها رهن، فهي جمع رهن، مصدر جعل جزاء للشرط، وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبول. وإن كنتم على، مش دي صيغة شرط، فعل شرط وجواب شرط، مش كده برضه؟ وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا نعمل إيه؟ فرهان مقبول. يبقى دي جعلها جواب للشرط، جزاء للشرط، وجايبها في صورة مصدر مقرونة بالفاء، يعني معناها فرهن واقبض. يبقى فرهان مقبولة معناها فرهن واقبض. فجرى مجرى الأمر كقوله تعالى فتحرير رقبة مؤمنة، تحرير ده إيه؟ مصدر، مش كده برضو؟ حط فيها الفاء وجعلها جزاء للشرط، يعني معناها حرر رقبة مؤمنة. وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة، ومن قتل مؤمنا خطأ، أدي إيه فعل الشرط، نعمل إيه؟ فتحرير رقبة جزاء الشرط، جاي لك في صورة مصدر مقرون بالفاء، جزاء للشرط، دل على أنه من صيغ الأمر، أي فحرر الرقبة مؤمن، واضح؟ فدي زي دي، أي فحرروا رقبة مؤمنة. وخبر، والدليل الثاني من السنة، يبقى جبنا الآية، دليل الرهن، مشروعية الرهن من القرآن قبل الإجماع، فرهان مقبوضة. طب وازاي نستدل من كلمة فرهان مقبوضة على الأمر بالرهن؟ يعني هو بيقول لك فرهن واقبض، يعني أمر للوجوب ولا أمر للإرشاد؟ أمر للإرشاد، فده أمر مش وجوبي، مش واجب إن أنا لازم أرهن وإلا بقى آثم شرعا، فهمت؟ لكن ده أمر إرشادي حتى يستوثق الآخر من دينه علشان تستمر معاملات الناس، والا هتتوقف معاملات الناس. يقول لك ايه اللي يضمن لي انك تجيب لي وانت محتاج ما عنده الان؟ انك تسيب له رهن عشان تاخد وتقضي مصلحتك. يبقى فتحرير رقبه ده من صيغ الامر، ولكن هل الامر هنا يفيد الوجوب ولا يفيد الاباحه ولا يفيد التخيير ولا يفيد الارشاد والنصح ولا يفيد ايه؟ يحتمل كل ده. يوم يبتدي الفقهاء يقول لك ان الامر هنا للارشاد، الامر هنا للوجوب، الامر اللي قرائن في ذهن الفقيه، اما تكون في ذهنه يعني يدركها هو بالتلميح والاشاره، او تكون مذكوره في النص نفسه انها صرفته عن الوجوب، واضح؟ الدليل الثاني بقى من السنه على مشروعيه الرهن فعل النبي نفسه، ان النبي صلى الله عليه وسلم فعل، لأن فعل النبي شرع، كما أن قول النبي شرع، فعل النبي شرع، ونظرة النبي شرع، فإذا نظر إلى شيء فعل أمامه نظرة رضا وعدم اعتراض شرع،
كويس، وسماع النبي شرع، فإذا سمع بشيء ولم يعترض عليه شرع. فالنبي كله كده، كل لفتاته ونظراته وما سمعه وما قاله وما فعله وما فعل أمامه وأقره شرع. واضح؟ دي كلها اسمها السنة. وخبر الصحيحين، الدليل بقى من السنة خبر الصحيحين، الصحيحين اللي هو البخاري ومسلم، أنه صلى الله عليه وآله وسلم رهن درعه عند يهودي يقال له أبو الشحم على 30 صاعا من شعير لأهله، وفارق صلى الله عليه وسلم الدنيا ولم يفتكه على الأصح. معروف أن النبي لما توفي ترك درعه مرهونة عند يهودي على 30 صاع من شعير كان احتاجهم عشان يحطهم في بيته لزوجاته ومن يعلهم يأكل منهم لحين ما يأتيه مال فدك وخيبر، فمات قبل أن يأتيه المال فلم يفتك الرهن. يبقى النبي رهن ولا ما رهنش؟ رهن. يبقى الرهن مشروع ولا مش مشروع؟ مشروع. ليه؟ لأن النبي فعله والقرآن نص عليه، والقرآن نص عليه، وبناء عليه أجمعت الأمة على مشروعية الرهن. واضح؟ كما في شرح الروض، وإنما افتكه، يعني افتك الرهنية دي على درع النبي سيدنا علي كرم الله وجهه. والدرع ده كان يجيب ايه؟ ده يجيب آلاف الأطنان من الشعير، مش 30 صاع، تقيمته عالية. الدرع ده كان يبقى يعني تمن مثلا 300 دينار الدرع، والتلاتين صاع من الشعير دي كان تمنهم مثلا قول مثلا 10 دنانير، يعني كأن النبي خد بضاعة ب10 دنانير حط عنده 300 دينار. شفت؟ يبقى يجوز انك انت ترهن شيء اعلى كثيرا من الدين. واضح؟ افتكه سيدنا علي كرم الله وجهه خلافا لما ذكره القليوبي على الخطيب، وحديث كمان تاني جايب حديث تاني الرسول بيقول ايه؟ نفس المؤمن مرهون بدينه حتى يقضى عنه. نفس المؤمن مرهونة بدينه حتى يقضى عنه. مرهونة هنا يعني ايه؟ محبوسة. يبقى لو الواحد مات وعليه دين تفضل نفسه مرهونة لحد ما الدين ده يقضى عنه، اما يقضيه عنه ورثته او من تركته. كويس؟ في القبر، مرهونة في القبر اي محبوسة في القبر، غير منبسطة مع الأرواح، لأن المفروض أن نفس المؤمن بتبقى روحه بعد وفاته منطلقة مع الأرواح تذهب حيث شاءت ولها تعلق بالبدن كتعلق الروح بالبدن عند النوم. فأنت في حال نومك البدن موجود في المكان اللي أنت نايم فيه، لكن روحك بتسبح حيث شاءت، وبالتالي ممكن ترى النبي في المنام، ترى أجدادك في المنام، ترى الصحابة في المنام، ترى أنك أنت ذهبت إلى آخر الدنيا ورجعت تاني، كل ده وانت نائم، لأن روحك منطلقة تسبح حيث شاءت وأنت نائم. فحال الميت كحال النائم، تكون روحه منطلقة حيث شاءت وفي نفس الوقت لها تعلق بالبدن بموضع القبر كتعلق الروح بجسمك حال النوم. يبقى اللي عايز يعرف صورة حياة البرزخ في القبر يشوف الإنسان وهو ما نايم، دي صورتها في الدنيا. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فدلك على أن النوم أخو الموت. وعلشان كده ممكن يبقوا اتنين نايمين جنب بعض في سرير واحد وفي مكان واحد، واحد يشوف كابوس يتعذب والتاني يشوف أنه منعم في جنة، والاتنين نايمين جنب بعض، لا نعيم ده طفى عذاب ده ولا عذاب ده عكن النعيم ده. كذلك المقبورين، تلاقي مقبور جنب مقبور، ده قبر رضا من الجنة والتاني حفر من حفر النار، والاثنين لازقين في بعض، لأنها حياة البرزخ صورة من النوم. كويس؟ فبيقول لك بقى إن إيه، نفس حديث نفس المؤمن مرهونة بدين حتى يقضى عنه، أي محبوس، ما تنطلقش بقى. اللي ميت مستدين وكان لا يريد القضاء،
لا يريد القضاء، ربنا يحبسه عقابا له، كويس؟ لكن افرض ان انا استننت واريد القضاء فلم يمهلني عمري فمت فجأة، لكن انا لما استننت كنت ناوي اقضي، يبقى ده مش محبوس لانه لم يرد ولم ينوي ان هو يضيع اموال الناس. محمول، الحديث ده نفس المؤمن مرهونة بديني حتى يقضى، ده محمول على غير الانبياء. هتقول بقى النبي لما مات كانت نفسه مرهونة عشان سايب درعه مرهونة على دين، وما اتطلقتش نفس النبي الا بعد ما سيدنا علي اتكل. لا، الانبياء معصومة من هذا، لان الانبياء لا تستدين بنية اضاعة اموال الغير، معصومين من المماطلة، معصومين من الطمع في اموال الغير، فهمتني؟ فالانبياء خارجين. محمول على غير الانبياء تنزيها لهم على انه في حق من قصر بالاستدانة ولم يخلف وفاء، اما من لم يقصر في الاستدانة او خلف وفاء فلا تحبس نفسه. طيب وليه النبي عامل يهودي؟ طب ما كان عنده سيدنا عثمان بن عفان وده زوج بنته ومن الصحابة وكان تاجر كبير وكان عنده أموال كثيرة، ليه ما خدش منه؟ مش كده برضه؟ مش كان وعبد الرحمن بن عوف كان شيخ بندر التجار، كان يعني تجارته واسعة جدا وأيام النبي، وكان من أغنياء الصحابة، طب ليه النبي ما خدش منه؟ غريب إنه يروح يتعامل مع اليهودي. احتار العلماء، بعضهم قال لك ليبين جواز التعامل مع أهل الكتاب في الأمور المالية والبيع والشراء ففعل ذلك، وبعضهم قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يحب أن يظهر حاجته للصحابة حتى لا يحرجهم فيعطوه بلا مقابل، لأن النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فلو مجرد يعرفوا بس أن النبي محتاج حاجة كله هيسيب، هيجيب حتى قوت أولاده يديه للنبي، والنبي ما يحبش إيه يحرجهم، فأراد ألا يحرجهم فتعامل مع اليهودي، وأنه لو تعامل مع المسلم ربما يخجل المسلم في طلب دينه عند حلول الأداء من النبي، فتعامل مع اليهودي الذي لا يخجل من طلب الدين. كل ده يبين لك إزاي النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده هذه الحساسية الكبيرة في التعامل مع الخلق والتعامل مع أمته والشفقة على أمته وكتمان حاله لرضا بما قسمه الله له وعدم الشكوى للغير، وأقرب الناس إليه لا يعلمها احتياجه. سيدنا أبو بكر رايح جاي عليه الصباح والمساء يزوره وما يدراش، وزوجة النبي ستنا عائشة بنته وما يعرفش النبي أنه ما عندوش مخزون في بيته يأكل أهله. شوف قد إيه أن النبي يكتم حاله عن أقرب الناس إليه، فيعلمك عدم الشكوى وعدم الضجر وإخفاء الحاجة، وأن تجعل شكوتك لله، فهمت بقى إزاي؟ فبيعلم أمته حاجات كتير، يبقى فعل النبي بيعلم أمته أشياء كثيرة. والحكمة في رهنه عند اليهودي دون واحد من المسلمين بيان جواز معاملة أهل الكتاب، وما قيل من أنها عدم المنة في ذلك لأحد من أصحابه مردود بأن النبي صلى الله عليه وسلم أولى بالمؤمنين من أنفسهم، والمؤمن يرى أن لا مال له مع رسول الله صلى الله عليه وسلم طبعا. وأركانه، أركان الرهن، عقد الرهن ليه أركان أربعة، خد بالك أركانه أربعة، عاقدان نمرة واحد، إيه عاقدان نمرة اتنين، مرهون نمرة ثلاثة، مرهون به نمرة أربعة الصيغة. طب العاقدان فكهم اتنين، راهن ومرتهن، يبقوا خمسة، يبقى أربعة إجمالا خمسة تفصيل، سهلة الحكاية. ممكن تقول كده إن عقد الرهن أربعة وتمشي صح، تقول عاقدان تحسب العاقدين اللي هما الاثنين دول تحسبهم واحد، عاقدان، وتقول مرهون به، مش كده برضو؟ ومرهون ومرهون به، المرهون اللي هو الحاجة اللي هترهنها، والمرهون به اللي هو الدين، والصيغة اللي هو الإجابة والقبول. حبيت تخليهم خمسة هتقول راهن ومرتهن ومرهون ومرهون به وصيغة، سهلة الحكاية؟ طيب
وأركانه أربعة إجمالا خمسة تفصيلا: مرهون ومرهون به وصيغة وعاقد راهن ومرتهن. فمن عد العاقد واحدا جعلها أربعة، ومن عده اثنين جعلها خمسة. فلا تنافي بين من جعلها أربعة كالشيخ الخطيب الشربيني في شرحه قال لك هي إيه أربعة، ومن جعلها خمسة كالمحشل والبرماوي ما فيش خلاف، ده عد فك العاقد إلى اثنين والتاني حط العاقدين حطهم في كلمة واحدة عاقد تمشي. قوله وهو لغة الثبوت، يعني الرهن لغة معناه الثبوت، ومنه الحالة الراهنة أي الثابتة. يقال رهن المسمار في الخشب أي ثبت أو ثبت. فالفعل بالمعنى اللغوي لازم، لازم يعني ما يحتاجش إيه حرف جر ليتعدى، أدي معنى الفعل اللازم. رهن المسمار، واخد بالك؟ لازم بخلاف المعنى الشرعي فإنه متعدي، يقال رهنت العبد عند زيد على كذا. شوف على دي أيدي تعديه، يتعدى إلى المفعول به بحرف جر، يبقى في فعل لازم يكتفي بمرفوعه وفعل تاني لا يكتفي بمرفوعه بل يحتاج أن يتعدى إليه بحرف جر. قوله وشرعا، تعريف الرهن شرعا: جعل عين مالية وثيقة بدين يستوفى منها عند تعذر الوفاء. ده التعريف الشرعي اللي اختاره الشيخ ابن غزي واللي هو هيعلق عليه الشيخ البيجوري. وشرعا عطف على لغة، وقوله جعل عين إلى آخره هذا تعريف للرهن الجعلي، وهو الذي يحتاج إلى الصيغة. في حاجة اسمها رهن جعلي ورهن شرعي. رهن الشرعي زي ما يبقى واحد عليه دين ومات، تركته دي مرهونة لحد ما يسافر، لكن الرهن التركة مرهونة مش برهن جعلي، ده برهن شرعي، ان الاول لازم يدفع الديون بتاعته، مش كده برضو؟ من بعد وصية يوصي بها او دين، يبقى التركة تفضل مرهونة لحد ما يؤدي الدين. مرهونة هنا الرهن هنا مرهونة ايه؟ مرهونة بعقد رهن اللي احنا بنشرحه ولا بعقد برهن شرعي؟ لا برهن شرعي، لان ما فيش فيه عاقد هنا، اللي مات ده ما كانش احد اطرافي العقد، ده ما رهنش حاجة، فهم؟ يبقى هنا العقد الرهن، التعريف الرهن هنا التعريف الرهن الجعلي اللي بيحتقر الى راهن ومرتهن، واضح؟ وهو الذي يحتاج الى الصيغة، إجاب وقبول، رهنتك كذا على كذا يقول قبلت، في وجود شهود خلاص آدي الصيغة. وأما الشرعي فهو تعلق الدين بالتركة ولا يحتاج إلى صيغة. حصح اللي مات أقول له قول له رهنت تركتي عند حتى تستوفي دينك مني، هصحيه إزاي ده؟ يبقى ما ينفعش، يبقى ما ينفعش، يبقى ده رهن من نوع تاني، ده رهن من دول تاني يسموه رهن شرعي، يعني رهن حكمي بحكم الشرع لا بفعل المكلف. رهن شرعي هنا يعني ايه؟ يعني رهن بحكم الشرع لا بفعل المكلف، انما الرهن الجعلي رهن بفعل المكلف. واما الشرعي فهو تعلق الدين بالتركة ولا يحتاج إلى صيغة. فمن مات وعليه دين وإن قل تعلق بتركته، فليس للوارث التصرف في شيء منها حتى يوفي الدين. طيب افرض فلو تصرف ولا دين، واحد مات الورثة دوروا هل أبونا سايب لنا ديون، ما لقوش ديون، قسموا المال بتاعه والتركة وكل واحد خد نصيبه وروح، بعد شوية اتضح ان في ديون، ايه الحكم هنا؟ خلاص يوقف التصرف، يرجع تاني يحجر عليهم وعلى انصبتهم القاضي لحين ما يوفوا الدين، واضح؟ فهنا بيقولك فلو تصرف ولا دين فطرأ دين، ظهر دين يعني بعد ما تصرفوا، بنحو رد مبيع بعيب تلف ثمنه،
ولم يسقط الدين بأداء أو إبراء. يعني أبونا قبل ما يموت باع السيارة بتاعته وقبض من الراجل 100,000 جنيه حطها في البنك، بعد ما باع مرض ومات في خلال يومين. الراجل خبط علينا بعد ما قسمنا الإرث بما فيهم 100,000 جنيه دي على ولاده وعلى زوجته الباقيين الورثة الموجودين. بصينا لقينا الراجل جاي بيقول العربية دي خربانة عايز يردها بإيه؟ بالعيب. وهنا الثمن خلاص اتصرف. فهمت؟ ادي المثال اللي عايز يديهولك يعني. فبيقول لك بنحو رد مبيع بعيب تلف ثمنه. الثمن بتاعه خلاص اتصرفنا فيه، استهلك. فهمت؟ يبقى بقى اصبح احنا في رقبتنا ندي للراجل ده الفلوس اللي دفعها. واضح؟ يا اما نأديها له ونديها له، يا اما الراجل لما يجي يعرف ان ابونا مات يقول خلاص انا سامحتك وهاخدها وخلاص امري لله، يتأثر ويمشي يبقى ابران الحمد لله، يبقى يا دار ما دخلك شر. لا هو صمم بقى وقال لك لا ما تنفعنيش، ادوني فلوسي، انتوا نصابين. يا عم نصابين ايه؟ يبقى لازم بقى هنا يحصل تصرف ندي له فلوسه، ولا هتبقى فضيحه وخناقات وشغلانه. طب بس هنديها له ازاي واحنا تصرفنا في الايه؟ يقوم ايه يلاقي فينا مماطله، لان احنا قلنا له طب ادينا فرصه نقعد نلم حالنا. طب اصل انا خدت الارث بتاعي وكان عليا ديون سددتها، والتاني يقول انا كنت واخد شقه ودفعت ثمنها، والتالت خد مش عارف نصيبه وكان عنده عقد وسافر. طب اجيبهم لك انا منين دلوقتي؟ ما انت جيت لنا بعد ما تصرفنا، فتبقى ممكن ازمه. يقوم يعمل ايه؟ اضطر الراجل يروح للقاضي يعمل شكوى. فهمت؟ يوم القاضي يعمل ايه؟ يحكم بايقاف التصرف، بفسخ القسمه، عقد قسمه الارث اصلا، يفسخه، يرجع الارث زي ما كان لحد ما يدي للراجل حقه. واضح؟ ولم يسقط الدين باداء او ابراء، فسخه الحاكم. فسخه يعني فسخ التصرف في التركه، مش فسخه هنا يعني ايه؟ فسخ التصرف في التركه التي ظهر ان عليها دين. فهمت الكلام؟ لانه كان سائغا له في الظاهر ولا يتعلق بالدين، لانه كان سائغا له في الظاهر. نعم، يعني هذا الفسخ سائغ له لان لما ظهر له الدين، ولا يتعلق الدين بزوائد التركه. ولا يتعلق الدين بزوائد التركة كنتاج وكسب لأنها حدثت في ملك الوارث. أنا خدت مال أبويا ده ومتصور إنه معلوش ديون، خدت مال أبويا 1,000,000 جنيه شغلتهم بقوا 20,000,000، حطيتهم في مصنع في تجارة زادوا. وبعدين بان لي بعد ما استثمرت المال ده إن أبويا كان عليه دين، والدين ده اكتر من نصيبي. فهمت ازاي؟ ما ياخدوش ازيد منه من زوائد التركه لان ده جهدي، لكن ياخده من التركه الاصليه. انا خدت كام؟ مش يجي يحجر على كل المال بتاعي. انا خدت 1,000,000 بقوا 10,000,000، زادت التركه، نتجت، زاد. ما يتعلقش بقى دين الميت بزوائد التركه كنتاج وكسب. كان سايب لي مثلا بهايم ولدت، ادي نتاج التركه. كان سايب لي ارض وطلع منها محاصيل. فهمت؟ ده نتاج، ما يتعلقش بنتاج التركه ولا بزوائد التركه. واضح؟ لانها حدثت في ملك الوارث، وهذا التعريف يشتمل على الاركان ولو بطريق الاستلزام. أما يقول جعل عين مالية وثيقة بدين يستوفى منها عند تعذر الوفاء، جعل يدل على أن هناك جاعل، يبقى دي العاقد. وثيقة أدي مرهون بدين مرهون به يستوفى منها عند تعذر الوفاء. واضح؟ يعني كأنه هو بالظبط بيقول لك هو وثيقة تدل على أنها للاستثاق، يعني فيها الصيغة
كأنه هو من خلال التعريف قال لك أركان العقد، لأن الجعل لا يكون إلا من جاعل وهو العاقد الذي هو الراهن والمرتهن، ولا يكون إلا بصيغة، والعين المالية هي المرهون، والدين هو المرهون به، وإضافة جعل لعين من إضافة المصدر لمفعوله بعد حذف الفاعل. جعل عين أضاف عين لجعل. طب والعين دي ده هي مجعولة، هي مجعولة أصلا مش كده برضو، مفعولة يعني، كأنه أضاف المصدر إلى مفعوله، لأن هي أصدها أصلها جعل المكلف عين مرهونة مش كده برضو، لأن اللي بيجعل ده المكلف، العين ما بتجعلش نفسها، مش هي مش بتتحرك، واضح؟ فده من باب إضافة المصدر إلى مفعوله بعد حذف الفاعل. والأصل جعل العاقد عينا فهي المفعول الأول، ووثيقة مفعول ثاني. قول مالية خرج بها غير المالية، لما يقول جعل عين مالية، ما في أعيان غير مالية، غير مالية يعني غير متمولة، يعني ممكن تبقى الأعيان أحيانا تبقى مالية وأحيانا غير متمولة، أو ممكن وممكن تبقى غير متمولة من الأصل، يعني ممكن يبقى كانت مالية فصارت غير متمولة، زي ما قامت حرب العراق صار الدينار العراقي لا قيمة له بعد ما كان له قيمة، كان عندنا 10 مليون دينار عراقي، قامت الحرب أوقفوا استعمال العملة بقيت مفلس معيش حاجة، فبعد ما كان عندي عيون مالية أصبح ما عنديش عين مالية، واضح؟ مش ممكن تحصل؟ تحصل. وقد يكون عين ما يعني يكون عندي عين لكنها غير متمولة، يعني لا تباع، كأن تكون شيء نجس ولا يجوز بيع النجس. عندي 50 رأس خنزير، طب ما دي ما ينفعش ابيعها، دي مال عند الكتابيين لكن مش عند المسلمين، لا تتمول، يبقى دي مش عين مالية، يبقى ما ينفعش ارهنهم، ما ينفعش ارهن خنزير ولا خمر، لأنها عيون غير متمولة عند المسلمين، وإن كانت متمولة عند غيرهم، واضح؟ يبقى لازم تكون متمولة عند المسلمين. وعلشان كده يقول لك إيه؟ خرج بها، لما يقول عين مالية خرج بها غير المالية كالنجس والمتنجس الذي لا يمكن تطهيره، ولا بد أن تكون متمولة أيضا، أي تقابل بمال لتخرج المالية، لتخرج المالية غير المتمولة كحبتي بر، لأن ممكن تبقى فيه عين لكنها غير متمولة وتكون طاهرة، يعني أديله 10 حبات قمح، طب ما هو القمح أنا بشتريه بس ما بشتريش 10 حبات، ولا أديله 2 حبات رز، طب ما دي مالية بس دي مش متمولة، ما حدش بيروح يشتري 2 حبات رز، فهمت؟ يبقى لازم يخرج حتى الأشياء المتمولة اللي هي إيه، تكون من قلتها، في أصلها متمولة لكن من قلتها غير متمولة، ما حدش يشتريها. تخرج المالية، فالرز مال والقمح مال، لكن 2 رز و2 قمح مش مال، واضح؟ قول وثيقة أي متوثقا بها، يقال وثق من باب ظروفا، صار وثيقا. والوثائق بالحقوق 3، الوثائق علشان تضمن الحقوق في الشرع الإسلامي 3، الرهن والضمان والشهادة، 3 حاجات، الرهن والضمان والشهادة، دي علشان تستوثق حقك، إما ترهن تستعمل الرهن أو تستعمل الضمان أو تستعمل إيه الشهود عشان يثبتوا حقك، مش كده برضو؟ الشهادة عشان تمنع الإجحاف أو الإيه الإنكار يعني أو الجحد، والرهن والضمان عشان يمنع الإفلاس، مش كده برضو؟ يبقى والوثائق بالحقوق 3، الرهن والضمان وهما لخوف الإفلاس، والشهادة وهي لخوف الجحد، لأنه ممكن يقول إيه مالكش حاجة عندي اثبت لي، لو ما كانش عندي شهود ما أعرفش اثبت له بقى إلا يوم القيامة إن شاء الله، لكن لو ما فيش شهود يبقى خلاص. طب ولما الشهود ما بقوش عدول، ما هو يشترط في الشهود العدالة، انتشر الوقت تروح تجيب لك 2 3 تدي لكل واحد 50 جنيه يحلف لك بجميع ايمانات المسلمين انه شافوه وما شافش حاجه، فلما والا يبقى كده كل القاضي هتلتبس عليه حقوق الناس،
بسبب ايه؟ ان ما بقاش في شهود عدول، قاموا عملوا ايه؟ الشهر العقاري. الشهر العقاري حل محل عدول الشهود، فاصبح الحاكم ما يلتزمش عند الشهود الا شيء موثق في الشهر العقاري ليأمن شهود الزور. يبقى الشهر العقاري شيء حديث مستحدث عمله الحاكم من اجل عدم ضياع الحقوق للناس، بدلا عن ايه؟ ليقوم مقام الشهود العدول في الشرع الاسلامي الاصلي. واضح؟ تقوم انت عايز انت تثبت ان البيت ده بيتك، تقوم تعمل ايه؟ تقول لك هروح الشهر العقاري اعمل وثيقه في الشهر العقاري واسيبك اوراقي، يوم اما يجي يقدم الوثيقه دي يقوم تقوم محل الشهود ان البيت ده بيت فلان. واضح ازاي؟ يبقى الشهر العقاري هو محل الشهاده في كتب الفقه الان. يبقى اللي يقوم بالوظيفه دي الشهر العقاري في العصر بتاعنا. ايام زمان كان الناس العدول هم لما قلت العداله، يعني في القرن الثامن الهجري والتاسع الهجري لما كان يجي قاضي يتعين في بلد معين كان يروح البلد دي، يروح للعمده، عمده البلد، يقول له انت فين الناس العدول اللي بتقبلوا شهادتهم في البلد؟ يقول له فلان وفلان 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 وفلان. خلاص يوم ايه اما تجي له اي قضيه في البلد دي ما يقبلش الا شهاده الاسماء اللي جات له دي. مش اي حد يجي له يقول له والله العظيم اقول الحق يقوم يقبل منه، لازم يكون مشهور له بالعداله. فهمت؟ بمرور الزمن بقى القاضي يجي يروح بلد من البلاد يقول له فين شهود العدول اللي عندك؟ يقول له ما فيش عليها شاهد عدل عندي. طب امال هينظر في قضايا الناس ازاي؟ خلاص الناس ما بقتش تستأمن اي واحد تشتري ذمته باي ثمن. فعملوا ايه؟ عملوا الشهر العقاري. فهمت بقى؟ الشهر العقاري بدعه مطلوبه شرعا. بدعه بس مطلوبه شرعا لانها تؤدي مقصود الشرع من عدم ضياع الحقوق والاستساق بالشهاده، فكأن اصلها شرعي. ولكن هذه الصوره ما كانتش موجوده ايام النبي. ليه مش موجوده ايام النبي؟ لعدم الحاجه اليها، لكثره شهاده الشهود العدول. فلما يجي واحد يقول لك هنحكم بما انزل الله، ما فيش حاجه اسمها شهر عقاري، ويروح هده ويجيب لك سياره مفخخه ويفجر الشهر العقاري، يقول لك اصله ما كانش ايام النبي. يبقى ده عنده لوثه. وبعدين يجي يفاجئ لما يجي يحكم بين الناس انه ما عندوش شهود عدول، طب ما هيعمل ايه؟ يرجع تاني يبنيه بعد ما هده. زي ما الحجاج بن يوسف الثقفي تسرع، جاء عبد الله بن الزبير بنى الكعبه على المراد النبي صلى الله عليه وسلم. جاء عمل ايه؟ تسرع، اول ما قتل عبد الله بن الزبير راح هد الكعبه، ليس من تلطيخ ابن الزبير في شيء، راح هدها وبناها تاني على البناء القديم اللي هو النبي ما كانش مبسوط منه. وبعدين بعد ما عرف ان اللي عمله ده كان تسرع عمل ايه؟ قال خلاص نعيد بنائها. قام الامام مالك قال له اسكت بقى، احنا مش عايزين كل حاكم ظالم يجي يهد ويبني ويهد ويبني، لا سيبها بقى ابعد عنها. طلعوا بقى الشعائر المسلمين من المشاكل السياسيه بتاعتكم. مش ده اللي حصل؟ يبقى التسرع وحش. مش كل واحد يقول لك الاسلام هو الحل معناه يهدم البلد ويقول لك اصلا ما كانتش ايام النبي. طب ما انت كنفسك ما كنتش ايام النبي، يبقى انت بدعه. هو نفسه اللي بيقول كده ما كانش ايام النبي برضه، فهو بدعه. فالواحد لازم يطول باله، يطول باله ويفهم ليه المسلمين عملوا هذه النظم واستقرت بعد ذلك بسبب تطور الحياه واحتياج الشارع لايه؟ للمحافظه على اموال الناس وتغير ذمم الناس. والرسول صلى الله عليه وسلم بيقول ايه؟ ان من علامات القيامه تضيع الامانه وينتشر شهود الزور وينتشر الكذب وينتشر وينتشر. يبقى دي علشان تطورات العصر كده. فهمتني بقى ازاي؟ يبقى والوثائق بالحقوق ثلاثة، الرهن والضمان. ولو كتبنا الوقت فقه جديد نقول مكان الشهادة نقول ايه؟ الشهر العقاري. احنا الوقت بنعمل ايه؟ بنجيب المأذون في الزواج. كان زمان في مأذون؟ كانش في مأذون ايام النبي صلى الله عليه وسلم، ولا حتى يمكن ايام جدي ما اتجوز، لان المأذون ده يمكن من سنه حاجه و30 بتاع كده، يعني حاجه بقى لها بتاع مثلا 80 سنه ولا 60 سنه ولا 90 سنه، حاجه حديثه. لكن المسلمين بيتجوزوا قبل ال 90 سنه دي برضه. لكن ما كانش في مأذون، كان في شهود بس. يجي الراجل الولي والزوج
والشهود والحفلة والناس، زوجتك ابنتي على كذا، قبلت، مبروك، ويسقفه وياخدها ويروح، تم الجواز سهلة، كانش فيه مأذون ولا حاجة. انتشرت بعد كده بعض الرجالة قلالات الذمم، يجي لك بعد فترة يفلس عايز يهرب، يقول انا ما اعرفهاش دي الست دي، دي بتتبلى عليا ولا اتجوزتها ولا حاجة. طب تثبت، فهمت؟ والشهود اللي كانوا حاضرين العقد ماتوا او سافروا او مش موجودين، تقوم تضيع حقوق الست دي وتضيع حقوق العيال اللي هي خلفتهم منه وما يعرفوش ينسبوها، ويجي القاضي عنده مشكلة، الشهود اللي حضروا العقد ماتوا، بل مش ماتوا، انتقلوا، هو اصلا هو الزوج ده خد مراته وعاش في بلد تاني بعيدة، وبعدين انكر الزوجية. طب ازاي يثبتها بقى القاضي؟ دي مشكلة كبيرة. فانشأوا فكرة المأذون عشان المأذون يحضر العقد بالنيابة عن الحاكم، ويمضي ده ويمضي ده ويوقع ده ويوقع الشهود ويوثقها ويثبتها عند الحاكم، عشان لما يجي الزوج قليل الذمة ده يقول ان ما حصلش زواج، يروح هناك في مصلحة بتاعة المأذونين يطلع لك صورة من العقد، يقوم الحاكم يثبت به النسب ويثبت به الإرث ويثبت به النفقة ويثبت به الزوجية، فما بقاش في تلاعب. طب وليه عملنا المأذون؟ عشان بقى في رجالة قلالات الذمة، فهمت بقى ازاي؟ طب وليه وفي برضه ستات قلالات الذمة، تجي لك ست بعد راجل يكون راجل من الأغنياء مات، تروح جاية الست في الميتم بتاعه تصوت وتقول ايه يا جوزي، ولادة تقول ولاد الراجل اللي مات انت ايه، هو اتجوزك؟ اه ده متجوزني بقاله 20 سنة، عايزة تخش في الارث. فهمت ازاي؟ طالما ما فيش وثيقة خلاص ما يعتبرش، يبقى لحماية الرجل ولحماية المرأة، يبقى الوثائق دي جاءت لحماية الرجل ولحماية المرأة. وكنت بتشوف انت افلام زمان بتيجي لك كده، تجي لك واحده ست عند باشا من الباشوات اللي ماتوا بتصوت وتقول انا مراته واتجوزني، واتجوزني في مكان في اسكندريه، وهو اصلا يمكن ما راحش اسكندريه ولا شاف البحر، لكن هو مات ما مش هيعرف ينكر، وبعدين تفضل لازقه لهم، فهمت ازاي؟ وتجيب عيل ويقول ده ابنه، شوف حتى شبهه ازاي، شوف مناخيره وهو مش شبهه خالص. الحاجات دي كلها بتحصل. يبقى الأزمات دي كلها والقضايا دي كلها اللي كانت تمر على قضاة المسلمين على مر العصور هي اللي أنشأت هذا الفكر للنظام القائم الآن من الاستساق والشهر العقاري والمأذون وغيره وغيره، واخد بالك؟ والمجلس الحسبي علشان مراعاة مال اليتيم وعدم الإسراف فيه، كل الحاجات دي شرعية وإن كانت لم تكن أيام النبي. طب وليه لم تكن أيام النبي؟ لعدم الحاجة إليها، لأن الناس دي عندها ديانة يخاف ياكل حقوق الغير من غير ما يبقى في قاضي. فهمت بقى ازاي؟ قوله بدين بخلاف العين فلا يصح الرهن عليها ولو مضمونة كما سيأتي. قوله يستوفى منها، هذه الجملة في محل جر صفة لدين، يعني دين يستوفى منها، لأن الجمل بعد النكرات صفات ونائب الفاعل ضمير يعود على الدين، فيباع الرهن عند المحل ليستوفى. يستوفى ايه؟ ليستوفى دينه، يعني ليستوفى من ثمنه، ومن للابتداء فيبتدا استفاء منها، وان لم توفي به. فلو رهنه حجة البيت على 1000 دينار كان الرهن نفس الحجة لا البيت، واضح؟ ده لحجة البيت اللي هي الوثيقة اللي تدل على ملكيته للبيت، رهنها عنده، يبقى الحجة هي الوثيقة وليس البيت. وليست للتبعيد، من دي ليست للتبعيد، يعني منها يعني هل من دي تبعيدية ولا من ابتدائية؟ قال لك دي من ابتدائية وليست تبعيدية وليست استفائية، يعني ولو لم توفي. وإلا لاقتضى أنه لابد أن تكون العين أكثر من الدين. لو قلنا أن من دي، واخد بالك إزاي، يعني هي يعني لازم تبقى نفس الدين، ما حدش قال كده، علشان كده قال لك ان دي من دي ليست للتبعيد، لانه لو كانت للتبعيد لاقتضى انه لابد ان تكون العين اكثر من الدين عشان اخد من بعضها، وهذا زائد على التعريف، وانما اتى به لبيان مقصود الرهن اللي هو استثاق بس. وفائدته فليس ذلك بشرط
بل لا فرق بين ان يستوفى منها او من غيرها. يعني هل لازم يستوفي دينه من المرهون؟ لا، مش شرط. طب افرض ان انا رهنت على دين وبعدين جه الراجل قال لي هات الفلوس فاديت له الفلوس، يبقى خلاص مش هيبيع الرهن، مش لازم يبيعه بقى، ما هو خده يعني سواء منها او من غيرها. لكن منها امتى؟ عند عدم وجود غيرها. لو انا ما عنديش غيرها يبقى خلاص اضطر يبيع ويشهر الافلاس ويعمل حج وايه وبعد كده يبيعها. وقيل انه من التعريف وهو قيد لاخراج نحو العين الموقوفة، فانها لا يستوفى منها لامتناع بيعها فلا يصح رهنها. لو عين موقوفة، ابويا اوقف 10 فدادين من ملكه على مثلا النفقة على اهل القرآن الكريم او على طلبة العلم او على النفقة على مرضى السرطان او مرضى مثلا اي مرض من الامراض، الفشل الكلوي اي حاجة، او مثلا مرضى شلل الاطفال او اي حاجة، اوقفها على حاجة معينة. يبقى ما ينفعش ان انا ارهن ال10 فدادين الموقوفة دي، لان انا ما بعرفش ابيعها اصلا، فاهم؟ لان لازم يبقى في حرية التصرف في المرهون، وهنا ما عنديش حرية تصرف في الموقوف، فيبقى لا تصح ان تكون عين وان كانت مالية، الا انها يمنع من رهنها عدم القدرة على التصرف فيه. واضح؟ وقول عند تعذر الوفاء ليس بقيد، فلا فرق بين تعذر الوفاء وامكانه الا انه اعتبر نظرا للغالب. يعني مش شرط ان تبقى الرهن ده عند تعذر الوفاء بس، لا، حتى ولو امكن الوفاء يرهن ويستوفى منها او من غيرها سواء تعذر الوفاء او لم يتعذر. واضح؟ ولا يصح الرهن الا بايجاب وقبول، وهما جزء الصيغة. الإجابة والقبول، يقول له رهنتك كذا على كذا، يقول قبلت، يبقى قبلت دي ايه؟ القبول. ورهنتك ده الإيجاب، زي في عقد الزواج زوجتك ده الايه؟ الإيجاب. والتاني يقول قبلت ده القبول. واضح؟ أو التاني يقول له زوجني يبقى ده الإيجاب، التاني يقول له قبلت، يعني ممكن يبقى الإيجاب من أي طرف من الأطراف. واضح؟ والقبول يبقى من الطرف الثاني، مش شرط يبقى من البائع للمشتري او من المشتري للبائع. يعني ممكن البائع يقول لك بعتك ويبقى هو اللي اوجب، تقول قبلت. وممكن المشتري يقول اشتريت منك، فيبقى هو اللي اوجب على نفسه، والبائع يقول قبلت. واضح؟ وانما نبه عليهما الشارح لانهما لا يعلمان من كلام المصنف، ويشترط فيهما ما مر فيه في البيع. فيشترط في الصيغة، احنا قلنا الصيغة في الإجابة والقبول في البيع يشترط فيها حاجات، وهتلاقيها برضه في عقد الزواج ويشترط فيها حاجات، تلاقيها متشابهة. ألا يتخلل بين الإيجاب والقبول كلام أجنبي، يقول له مثلا زوجتك ابنتي، فالتليفون المحمول رن، ألو، قعد يتكلم وبعد كده ما خلص المكالمة قال له قبلت، ما ينفعش، لازم تتعاد، لأن ده دخل كلام أجنبي، ما يتخللش كلام أجنبي خالص. واضح؟ بعتك السيارة، يوم تقول له إيه؟ أنت ما سمعتش الأخبار النهاردة؟ مش حصل تفجير في باكستان ومش عارف 150 واحد مات وعملوا إيه؟ ووزيرة الخارجية الأمريكية عملت مش عارف إيه؟ أنت بتقول إيه؟ قبلت، ما ينفعش بقى. يبقى ما يخشش كلام أجنبي في وسط الكلام. واضح؟ يبقى ما ينفعش ألا يتخلل بين الإجابة والقبول كلام أجنبي أو سكوت طويل. يقول له زوجتك ابنتي، قاعد بقى يفكر وسكت مدة طويلة. طول هنا عرفي، الطول عرفي مطلوب للعرف، مش بالساعة نقول له لا دقيقة أو دقيقتين، لا. لكن افرض مثلا ايه، قال له زوجتك ابنتي عطفي الحمد لله قبلت، مقبولة هنا، مقبولة لأن جات له عطسة وقال الحمد لله، فده سكوت مش طويل، ويعتبر الكلام هنا يعني بيقولوا بركة دعاء، ولا يدل على أنه أعرض عن الإيجاب. واضح؟ فالمسألة متروكة يعني إيه للعرف، وكمان ما يبقاش فيها عدم التعليق. يعني يقول له زوجتك ابنتي، يقول قبلته إن شاء الله، ما ينفعش معلقها كده، ما ينفعش التعليق هنا. واضح؟
وعدم التأقيت كمان، يقول قبلت لمدة يوم، طب وبعدين؟ طب وبعد اليوم؟ يبقى لا التعليق ولا التأقيت ولا ايه، ولا التأجيل يعني التأخير، ولا التخليل ولا يخلل. يقول لك امتنع التخليل والتأقيت والتعليق وايه والتوقيت، للي بيحب يحفظ يعني حاجات لايقه على بعضها. لكن على اي حال انت طالما فهمت خلاص. والا يشترط فيه ما يضر الراهن او المرتهن. ما يشترطش بقى في الرهن حاجه تضر احدهما، كان يشترط ان تحدث زوائده مرهونه. يقول له انا هرهن عندي البقره بتاعتك، وكل ما تولد كل نتاجها مرهون عندي كمان لحد ما ينفعش كده، هيضرني كده. واضح؟ انا رهنت البقره، لكن لو ولدت اخد ولادها اربيهم عندي وابيعهم في السوق او اكلهم لحمه استفيد بيهم، انما توقف حالي تاخد البقره واولادها كمان اللي هتولدهم في المستقبل كده ضرر. او يقول له هاخد الارض وافضل ازرعها واستفيد بثمارها لحد ما تدفع الثمن. الله، ده يبقى كل قرض جر نفع فهو ربا، ما ينفعش كده تضرني. فهمت؟ ما ينفعش كده. كأن يشترط ان تحدث زوائده مرهونه او ان منفعته للمرتهن او الا يباع عند المحل. يقول له انا هرهن عندك كذا، بس لما يجي وقت اداء الدين وما اديهوش اوعى تبيعه. طب امال انا واخده ليه؟ اتعايق بيه يعني؟ فاهم؟ زي ما يقول له سليم ما تكسر، مكسور ما تاكل، كل ما تشبع. ما ينفعش. فهمت حاجه؟ في مثل مصري يقول لك ايه؟ دي يعني يبين لك على التعجيز، يعني لما يعجز واحد يقعد يقدم له اكل ويحط له قدام الاكل عيش بعضه مكسور يعني مقطوع وبعضه سليم، ويقول له ايه؟ سليم ما تاكل، سليم ما تكسر، مكسور ما تاكل، كل ما تشبع. يبقى كانه ما تاكلش. فهمت بقى المثل؟ عشان كده يقول له ما ينفعش يشرط عليه، يقول له انا هرهن عندك كذا، بس لو عجزت عن الاداء اوعى تبيعه. ما ينفعش، هو لا واخده عياءه؟ يبقى ده ما ينفعش عقد رهن. فهمت؟ ده شرط مجحف. لا، ما هو له ان هو يرهن المنفعة، يرهن المنفعة بحيث ان المنفعة دي ان كانت تقيم تخصم من الدين. واضح؟ يعني انا شقتي دي بتتأجر في الشهر بألفين جنيه وانا واخد منه عشرين الف جنيه، اقول له خلاص خد الشقة يا سيدي ولك ان تنتفع بها، ان عجزت تسكنها عشرين شهرا او عشرة اشهر مثلا. هنا في الصورة دي يبقى خد فلوسه في صورة منفعة سكنة في الشقة. فهمت؟ يجوز. إنما ينتفع بيها وما يخصمش الانتفاع من الدين، يبقى هنا كل قرض جر نفع فهو ربا، حرام. واضح؟ لكن له أن يركب ظهره، بس بشرط إذا ركب ظهره يبقى عليه مؤنته، عليه أكله وشربه. يعني انا ارهن عنده الحصان بتاعي. طيب كويس، الحصان بقى مرهون بحيث انه ما اقدرش ابيعه، ويقعد حصان عندي انا اركبه لانه بتاعي وانا اللي اكله واشربه، بس بقيت منعت من بيعه لانه صار مرهونا عندي، يمشي. طب وممكن ياخده هو ويحصل عليه هو ويبقى الرهن عنده، ولكن ينتفع بيه يركبه مقابل انه يطعمه، وفي الحاله دي ما يتخصمش من الرهن لان هو ايه؟ ركبه بقدر ايه؟ اطعامه، لان انفق عليه. واضح؟ بس فان شرط في الرهن مقتضاه، لو شرط في الرهن ما يقتضيه الرهن خلاص ما يجراش حاجه، كتقدم المرتهن بالمرهون عند تزاحم الغرماء، او شرط مصلحه له كاشهاد به، او ما لا غرض فيه كان ياكل العبد المرهون كذا، لم يضر ولغى الشرط الاخير.
يعني لو شرط اشياء اصلا هي داخله في الرهن من غير ما يشرطها يبقى ملغيه، لان هي مضمونه في ضمنه، مضمنه في ضمنه. واضح؟ قوله مطلق التصرف بيقول لك ان يكون مطلق التصرف اي نافذ التصرف بان يكون بالغا عاقلا غير محجور عليه بالسفه وغير مكره، فيخرج الصبي والمجنون والمحجور عليه بالسفه والمكره، دول ما ينفعوش يرهنوا حاجه لان ما يعرفوش يتصرفوا في اموالهم، دول محجور عليهم. الصبي ما ينفعش ايه حتى ولو عنده عماره مالكها، لكن ما ينفعش يرهنها الا لما يسال وليه، فهمت؟ لكن يتصرف هو لوحده ما ينفع، والمجنون كذلك، والمحجور عليه بسفه جاله عتا او بايه، المحجور عليه بدين لافلاس برضه ده ما ينفعش يتصرف. والمكره المحجور عليه بالسفه ما يتصرفش هنا في الرهن، لكن المحجور عليه بالافلاس له عندنا وبعض المذاهب الثانيه لا تجيز. وكذا المكره، وكان الاولى ان يقول اهل تبرع، عشان كده يشترط الاختيار والبلوغ، مش كده برضه؟ وحريه التصرف اللي هو يسموه الملك التام، يسموه ساعات حريه التصرف الملك التام، والاختيار عشان ينفي الكراه انه يبقى مكره، فهمت؟ فبتعبر عنها بالفاظ ثانيه لكن نفس المعنى. وكان الاولى ان يقول اهل تبرع مختار ليخرج الولي في مال موليه، فلا يجوز ان يرهنه او يرتهنه الا لضروره او غبطه ظاهره. انا دلوقتي صرت متولي اموال ايتام عندي صغار مسؤولا عنها، بس هي مش مالي لكن انا مسؤول عنها لانهم ايتام واطفال صغار، هل يجوز ان انا ارهن مالهم؟ ما هم ما لهمش راي عندي لانه اطفال، ده في الحضانه وده مش عارف عيل بيوقوق وده يعني عيل صغيره، هاخد رايهم ازاي؟ وانا اصلا ايه بتصرف في اموالهم لمصلحتهم، فلا يجوز للولي ان هو يرهن الا لغبطه ظاهره. غبطه ظاهره يعني ايه؟ يعني حاجه لقطه، مصلحه ظاهره، يعني هلاقي مثلا حاجه هتتباع النهارده ب 10,000 وعارف انها هتغلى بعد شهر هتبقى ب 100,000، وانا معيش ال 10,000 دي وانا عايز اكسبهم المبلغ ده، لان انا شايف هنا غبطه ظاهره يعني مصلحه ظاهره مضمونه، في الحاله دي يجوز للولي للغبطه الظاهره. واضح؟ يعني يسموها المصريين لقطه، في حاجه لقطه يقدر يلقطها يكسب فيها مكسب سريع وفي نفس الوقت تبقى مصلحه ليهم، يبقى في الحاله دي الولي له ان يتصرف في الغبطه الظاهره، انما المظنونه لا ما يجازفش، يعني ما يحطش اموالهم في البورصه، ده لان فيها مجازفه، لان ما فيهاش غبطه ظاهره. واضح؟ والحاكم كغيره في ذلك على المعتمد كما في المنهج، والحاكم كمان ما يتصرفش في مال الاوصياء اللي هو المجلس الحسبي، يعني ما هو المجلس الحسبي اللي هو اسمه الحاكم، في مال القصر سموه ايه؟ المجلس الحسبي، اللي هو ده مسؤول عن التصرف في اموال القصر، تصرف لمصلحه القصر، عملوا هيئه جديده كده بدعه لكنها مطلوبه للمحافظه على اموال اليتامى، سموه المجلس الحسبي. واضح؟ كما في المنهج خلافا لما نقله القليوبي عن شيخي من ان الحاكم يجوز له ذلك للمصلحه واقره المحشي، مثال الرهن والارتهان للضروره، ان يرهن على ما يقترب لضروره المؤنه ليوفي مما ينتظر من جامكيه او دين يحل او ثمن متاع كاسد يروج، وان يرتهن على يعني ممكن ايه مثال الرهن والارتهان للضروره، بيجيب لك امتى يرتهن للضروره، هيدي لك امثله، هل الرهن ممكن يبقى فيه ضروره له؟ قال لك ان يرهن على ما يقترض لضروره المؤنه، ما عندوش النفقه الضروريه لبيته. كويس؟ زي ما النبي ما كانش عنده حاجه ياكلها لبيته، عمل ايه؟ اقترض واشترى وايه؟ ورهن درعه. كويس؟ ليوفي مما ينتظر من جامكيه، يعني ايه؟ من اشياء هتجيله بعد كده يعني، او دين يحل او ثمن متاع كاسد يروج،
او يكون عنده بضاعه والبضاعه دلوقتي كاسده لكن هتروج بعد شويه فمش عايز يبيعها وقت كسادها، يقوم في الحاله دي يرتهن لحين ما تروج البضاعه وبعدين يبقى يبيعها ويسدد ويفك الرهنيه. فهمت ازاي؟ دي امثله لامتى تبقى ضروره الرهن يبقى ضروره. وان يرتهن على ما يقرضه او ثمن ما يبيعه مؤجلا لضروره نهب ومثالها ومثالهما وان يرتهن على ما يقرضه او ثمن ما يبيعه مؤجلا لضروره نهب ومثالهما للغبطه. يعني الاموال بتاعته هتنهب، في حاكم ظالم بياخد الاموال، فممكن في الحاله دي يروح راهنها وياخد بيها اي حاجه تانية الحاكم لا ياخذها من الناس. يعني الحاكم عايز ياخد مثلا مال معين بياخده من الناس، تأميم، نظام التأميم اللي عملوه ايام عبد الناصر، او ده اسمه نهيبة، نهب اموال الناس كده، أممه خد اموال الناس وطردهم من شقاهم، فراح رهن بسرعة الحاجات دي علشان يبقى غير متصرف فيها، بحيث يجي الحاكم يلاقيها مش في حيازته، يلاقي خارج عنه للتخلص منها يعني مؤقتا، وبعد كده يبقى فك رهنيتها لما يزور الحاكم. كل دي يدي لك امثله يعني. ومثالهما للغبطه، ان يرهن الولي، امتى تبقى ايه الرهن للغبطه؟ للغبطه يعني للفائده وللسرور اللي يعود على التاع. ان يرهن الولي ما يساوي 100 على ثمن ما اشتراه ب 100 نسيئه وهو يساوي 200. يعني نزل في السوق لقى حاجه ب 200 بتتباع ب 100. دي لقطه دي. ففي الحاله دي ممكن يرهن ويشتري الحاجه اللي ب 100 دي بسرعه ويرهن المال لغبطه ظاهره، علشان ايه؟ السوق الاسبوع اللي بعده هيبيع ب 100، النهارده هيبيع ب 200، مكسب 100% باقل جهد، يبقى اسمها غبطه ظاهره. وان يرتهن على ثمن ما يبيعه نسيئه لغبطه برضه. انتهى شرح الخطيب بتصرف. قول وذكر المصنف ضابط المرهون نقف عليه، اللي هو قول وكل ما جاز بيعه جاز رهن. المره الجايه ان شاء الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله.